في خلاط الكاس نضيف البيض والسكر وبرتقال مقطعة بقشرها، بسلنا الخيوط والبذور ونخلطه حتى يصير ناعم الخليط. والسر نضيف جبن كريمي علب أو مكعبات وزبدة سايحة ونخلط فقط 30 ثانية. هذه نقطة مهمة، لا تطولون الخلط. والحين نصبه على الطحين والبيكنج باودر ونخلط بمضرب السلك، ونصب الخليط في قالب كيك مجوف وندخله الفرن تقريبا 40 دقيقة. ونوزع عليها رشة سكر وبألف عافية.